صورة القمة النهاردة بتعكس مجهودات مصر خلال الفترة الماضية. مصر كان بإمكانها خلال الفترة اللي فاتت أن هي تقوي علاقتها فقط مع الجانب الروسي بكثير من المشروعات، ويمكن الرئيس بوتين اتكلم عن هذا الأمر، والرئيس عبد الفتاح السيسي برضو اتكلم عن هذا الأمر في عدد كبير من المشروعات على أرض مصر. هنتكلم عن المنطقة الصناعية والضبعة، بالإضافة إلى استثمارات والكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الروس عندهم مشروعات في مصر خلال الفترة اللي جاية. لكن مصر أرادت أن هي يكون ليها بصمة واضحة مع الاتحاد الأفريقي وقت رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019. مصر أرادت التنمية لدول القارة الأفريقية كلها، وأعتقد أن ده كان واضح لأن هذه القمة في نسختها الثانية بعد القمة الأولى في سوتشي في 2019 كانت من نتاج ما فعلته مصر أثناء طبعا رئاستها للاتحاد الأفريقي. مصر في هذه الفترة أطلقت مبادرة لإسكات البنادق، هذه المبادرة التي تبناها مجلس الأمن بالإجماع بعد كده. ده بيؤكد أن مصر دائما تدعو للسلم، تدعو دائما إلى حل كافة النزاعات عن طريق الطرق السلمية، وتبعد دائما عن استخدام السلاح في أي نزاع أو أي صراع أيا كان، سواء في المنطقة أو في العالم كله. مصر كمان كان ليها قبل كده في المنتدى الاقتصادي في 2018 عملت الكثير من المبادرات، منها إنشاء صندوق لمخاطر الاستثمار في أفريقيا. ده أهميته إيه؟ أهميته إن أي مستثمر عايز يروح القارة السمراء عايز يبقى مطمن وهو رايح. أي مستثمر في الدنيا بيكون عايز يطمن وهو رايح المكان اللي هو هيستثمر فيه، عارف إن هو هيقدر يدخل ويستثمر، وفي نفس الوقت لو حب ينهي استثماره في أي لحظة إن هو يخرج. أعتقد إن هذا الصندوق من الأهمية إن هو يحافظ على أموال المستثمرين ويكون ضمان ليهم من مخاطر الاستثمار. طبعا بكل تأكيد القمة كانت واضحة للجميع، البيان الختامي، آلية التنفيذ، عندنا وقفة كمان مع كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان فيها الكثير من الرسائل، حتى أنه تحدث عن أن الوثائق التي هتخرج من هذه القمة بتؤكد عمق العلاقات ما بين روسيا والقارة الأفريقية. فبعدها على طول الرئيس بوتين راح قايل إحنا مش محتاجين وثائق، إحنا الاستثمارات بالفعل اللي موجودة على الأرض سواء في أفريقيا أو في مصر بتؤكد عمق هذه العلاقات. حالة من التقارب كانت واضحة، حالة من الاعتزاز بين قادة القارة الأفريقية والرئيس بوتين، حتى كان في حالة من الود على هامش هذه القمة، كانوا بيتصوروا معاه صور تذكارية بتليفوناتهم، بيؤكد أن في علاقة قوية ما بين القارة الأفريقية وما بين الجانب الروسي. النهاردة تبنى الزعماء والقادة الأفارقة وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبنوا البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية الثانية. تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسي الأفريقي للفترة من 2023 ولحد 2026. أبرمت روسيا 40 دولة أفريقية عدد من الاتفاقيات والعقود في مجالات مختلفة. قبل إعلان البيان الختامي ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية. خلال هذه الكلمة أكد السيد الرئيس أن القمة بتعقد في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات اللي باتت تمس القواعد الرئيسية اللي بني عليها النظام الدولي بمفهومه الحديث. دلوقتي عايزين نروح نسمع كلمة أو جزء من كلمة سيادة الرئيس ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد، مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث، وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة. وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لهم. إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجبير. على ما أعتقد أنه خلاص بات من حق الدول الأفريقية أن تنعم بالأمن، تنعم بالاستقرار، تنعم بالأمان، تنعم أيضا بالتنمية.
بكل تأكيد القارة الأفريقية عانت كثيرا طوال السنوات الماضية وما زالت تعاني حتى هذه اللحظة. دول كتير في القارة الأفريقية بتعاني من المجاعات، لكن كان في رسائل طمأنة من الرئيس الروسي بأنه اتفاقية الحبوب اللي انسحبت منها روسيا هي هتعمل خلال الفترة اللي جاية على إيصال هذه الحبوب إلى هذه الدول التي تعاني بالفعل، سواء عن طريق الشراء أو عن طريق المنح بشكل مجاني. طبعا النهاردة كمان في كلمة الرئيس عرض رؤية مصر بشأن أسس تعزيز التعاون ما بين الجانبين الأفريقي والروسي، وأكد خلال كلمة أن الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، وتبحث عن التنمية المستدامة اللي بتحقق مصالح شعوبها أولا، ويتعين أن تبقى بمنأى دائما عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. واسمح لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية. أولاً، إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي تنشر السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولاً، وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. ثانياً، إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لا سيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول. وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف. دايما مصر في المحافل الدولية بتكون مجهزة أجندة بتتكلم عن مشكلات القارة، بتتكلم عن التحديات اللي بتواجه القارة السمراء خلال هذه المرحلة، ودايما بتطالب بوجود نوع من الاستثمار الفاعل على أرض القارة الأفريقية. الرئيس كمان أكد أن الوثائق اللي هتصدر عن القمة الروسية الأفريقية بتثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة جدا اللي بتجمع دول القارة الأفريقية بالجانب الروسي، وشدد كمان الرئيس على التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق الشراكة الأفريقية الروسية الاستراتيجية، إيمانا طبعا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها. إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي، فضلا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا، لا سيما في مجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته، وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية. هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا. وإنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية، إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى المستوى القاري من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية. طبعا احنا في الحلقة النهاردة هيكون معانا قراءة وافية لكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحليل لهذه الكلمة وأبرز الرسائل في هذه الكلمة، بالإضافة إلى انعكاسات هذه القمة سواء على القارة الأفريقية أو على العلاقات الروسية المصرية. ده طبعا بالإضافة إلى قصص تانية هيكون معانا في حلقتنا النهاردة، لكن دلوقتي هستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. We'll be right back.
سريعا دلوقتي هنروح للأردن ومتابعة لفعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. هذا المهرجان اللي احنا بنفخر به كعرب الحقيقة بيعتبر ملتقى للتبادل الثقافي والفكري، فيه عدد كبير جدا من الفعاليات. والجميل في الموضوع ان المهرجان اول ما قرر وفكروا ان هم يختاروا ضيف شرف كانت مصر هي الاقرب اختيارها كضيف شرف في هذه النسخه. طبعا كانت الاردن ضيف شرف في معرض القاهره الدولي للكتاب في هذه النسخه، حاله من التقارب الفكري واللي معروف والناس كلها عارفاه ان الشعب الاردني بيحب مصر جدا وبيعشق الثقافه المصريه وبيعشق الفن المصري كمان. طبعا احنا في المنطقه العربيه عندنا كمان مهرجان قرطاج وبنعتز بيهم كعرب. ليه؟ لان ده بيثبت بان العرب رائدين في الكثير من المجالات، في الفن، في الثقافه، في الادب وخلافه. النهارده احنا كمان دلوقتي معانا زميلتنا الاستاذه شفكي المنيري. يا شفكي مساء الفل. مساء الفل عليك يا شاذلي، واخبارك ايه؟ انا تمام وزي الفل. انا بكلمك احنا هنا موجودين في جرش. انا مبسوط بقى النهارده عشان حاجه بقى، يعني امبارح احنا رحنا في مكان عشان الناس تسمعنا وده شيء كويس جدا، لكن احنا عايزين ندخل بقى في الاجواء. صحيح طبعا. بص الاجواء، انا موجوده في جرش في منطقه المسرح الجنوبي، لو انت شايف كده وزميلنا عبد الغفار هيوريك تحت هنا، دي الساحه. الساحه دي اللي بيحصل فيها الفرق البدويه والعربيه الاردنيه والتراث بتغني، وطبعا دول دلوقتي بيغنوا. هي منطقه جرش كلها حفلات الساحه، وفي جنبي هنا المسرح الجنوبي والمسرح الشمالي على بعد، بس كله في نفس المنطقة. زي ما انت شايف كده معايا كمان يا شاذلي، كل الأنوار اللي انت شايفها دي أنوار بيوت أهل جرش، فزي ما انت شايفها كده منورة، وأهل جرش كلهم تحس ان هم في حالة عرس زي ما بيقولوا، وفي حالة فرح كبيرة جدا. عظيم. بيشاركوا النهاردة في فعاليات ايه؟ انا معاك. النهارده في فعاليات، اولا المسرح الجنوبي جنبي بعد شويه صغيرين جدا هتستعد المطربه اللبنانيه نجوى كرم، هتكون موجوده ويعني خلاص يعني يمكن وقت قليل قوي في خلال ربع ساعه تكون موجوده. من خلفي هنا في زي فرق تراثيه واغاني بدويه موجوده، وزي ما انت شايف الساحه مليانه، وكمان مطربتنا الجميله المصريه مروه ناجي كانت بتعمل بروفا هنا الظهر وكانت بتعمل فوتو سيشن. مروه قررت انها تيجي وتتصور جنب الاثار والحضاره، ودي كانت فرصه، معرفش لو انتوا اخذتوا الصور وبتحطوها دلوقتي على الشاشه، ومروه كانت بتعمل تصوير واحنا حاولنا برضو نشوف هي بتعمل ايه، وانا حاولت ان مروه تبقى موجوده كمان معانا على الهواء. بنعرضها دلوقتي. البروفا بتاعتها بنعرض الصور، والحقيقة احنا فخورين جدا بوجودها وصوت من الأصوات المصرية القوية اللي تشرف الحقيقة. اسمح لي بقى، أنا هجيب مروة. طب ده دي مفاجأة حلوة قوي. اسمح لي أجيب مروة يا شاذلي ونتكلم مع بعض. طيب مروة تعالي بسرعة. مساء الفل. مساء الجمال. يعني احنا دلوقتي موجودين على الهواء مع برنامج التاسعة، زميلنا محمد شاذلي موجود في الاستوديو. اسأل يا محمد اللي أنت عايزه. يا مروة هتسمعينا إيه النهاردة؟ يا شاذلي أخبارك إيه يا مروة؟ منورة. هي النهارده بتعمل بروفا يا شاذلي. طيب يعني اساليها قولي لها انت عايز تسال الحفله يوم الاحد. هتسمعنا ايه؟ طيب هي ممكن تسمعنا ايه دلوقتي من الحاجات اللي مجهزاها للحفله؟ هو بيقول لك هو عايزك تسمعي حاجه دلوقتي. دلوقتي مع الاسف مش هعرف لان احنا في مزيكا ورانا، فانا مش هعرف اجمع دلوقتي واغني حالا. لا بس ممكن قبل ما نسيبك هنقول مقطع، ما تقلقش. طبعا ده هو عايز يسالك هتعملي ايه في الحفله يا مروه؟ احنا الحفله السنه دي ان شاء الله، خليني اقول لك بس ان انا سعيده وبتشرف ان النهارده بمثل بلدي في مهرجان كبير بحجم وقيمه مهرجان جرش، وسعيده اكتر وسعادتي الاكبر ان مصر هي ضيف شرف المهرجان، ودي للمره الاولى في الدوره 37. الحفله كلها حفله من اغاني زمن الفن الجميل، فعامله بقى كولكشن اغاني ام كلثوم على ورده على نجاه، شويه اغاني كمان بقدمها لاول مره، ويا رب ان شاء الله تنول اعجاب الناس. خد بالك كمان يا شاذلي، انت هتشوف الفوتو سيشن هي لابسه حاجه كده تدي الشكل الفرعوني. شفنا يعني يا فندم، اختارت شفنا اللون ده صح، وما شافوا صور صح. يعني ما كانش هينفع اكون موجوده في جرش، يعني مكان اثري من اجمل الاماكن الاثريه في عالمنا العربي، ما ينفعش ما اوثقش اللحظه دي واكون اخده النهارده فوتو شوت. فكنت مرتبه ده قبل ما اجي مصر، وفعلا كنت مختاره اللبس شويه يبقى يليق مع المكان، ونهارده يعني
يعني من حسن حظي انا قابلت شفكي النهارده وانا بعمل فوتوشوت الصبح وشافت ده واخدت منه اللقطات النهارده. طيب خلينا بقى دلوقتي انا هطلب منها بشكل شخصي يا شاذلي كده، انت موجوده في التاسعه في بيتنا بقى في القناه الاولى، حاجه بقى لمصر نغني كده واحنا في الاجواء، حاجه يعني الجمهور التاسعه إيه؟ كمان حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي فداكي أنا والولاد يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. الله الله الله, الله, الله يعني بجد الله. والواحد دايما وهو بره مصر بيحس أشاذلي مبسوط جدا. لا وقولي لها كمان ان كل الجمال يعني والعظمه دي وفي دوشه حواليها. بيقولك يعني كل الجمال والعظمة دي وفي دوشة حواليكي. لا ما هي بقى بتستعد، إيه الأغاني اللي هتغنيها بقى في الحفلة؟ عايزة دلوقتي أقولك ولا خليه مفاجأة؟ يعني ادينا شوية كده من البروجرام بتاع الحفلة. الحفلة يوم الأحد إن شاء الله هتكون في المسرح الجنوبي، في المسرح الشمالي. المسرح الشمالي إن شاء الله هتكون معنا كمان فرقة وسط البلد هتكون مشاركة صحيح. معنا لا فعلا أنا سعيدة بالتجربة، خصوصا أن أنا انت عارفه شافكي وكنت معايا من اول تقريبا ما بدات صحيح. فانك تكوني بتمثلي دايما بلدك في مهرجانات مهمه، عايزه اقول لك ده بيبقى مش قادره اقول لك، طبعا بكون سعيده جدا وفرحانه وفي نفس الوقت بتكوني متحمسه جدا مسؤوليه مسؤوليه كبيره انك شايله اسم بلدك انت، فيعني ربنا يعني اكون قد الثقه اللي جت لي دي وان شاء الله اقدم حاجه تليق باسم بلدي في الحفله باذنك يا رب. أكيد. الاغاني بقى دارت الايام، الله الف ليله وليله، اسمع يا شاذلي في دارت الايام سامع، قولي لها ان انا من جمهورها على فكره. ام كلثوم طبعا كوكب الشرق، مش هينفع يعني هي بيقول لك ان هو من جمهورك، انت كان لازم تبقى موجود هنا في جرش ما نطلعش. والله يعني كان نفسي والله اسمعك واشوفك الحقيقه. كان على فكره انا كمان بغني. ورده حرمت احبك. شاذلي بيغني بيقول لك والله ما نعمل لقاء ثلاثي في التاسعه يا ريت والله. نجات اما براوه، انا برضو حبيت الاغاني لان الناس هنا جايه بتنبسط، يعني انت لو معانا بص الناس كلها بتتفاعل، فحبيت الاغاني تكون شويه خفيفه ما يكونش فيها حاجات تقيله. لا وانت ذكيه كمان في اختياراتك الحقيقه. حاجات كتير هغني كمان لجورج وصوف اول مره اغاني هغني ايه لجورج وصوف؟ ثانيه اصل انا في كذا اغنيه بس النهارده في البروفات لسه هنختار واحده من كذا اغنيه. اذا هيبقى في اغنيه لجورج وصوف. هتكون في اغنيه ان شاء الله بس على حسب اللي هنستقر عليها النهارده في الجنرال ان شاء الله باذنك يا رب. وهيكون في ايه كمان؟ في فيروز. فيروز حلوه قوي. لا احنا عاملين فيروز لايقه على المكان هنا يا شاذلي، انت عارف برده الاعمده طبيعه المكان الاثريه طبعا يعني جدا طبعا. يعني فيعني يا رب ان شاء الله البرنامج المره دي يكون يعجب الناس باذن الله. والقلق بقى القلق اكيد. القلق اكيد كل فنان على فكره، كمان عايزه اقول لك يا شاذلي كل فنان بيبقى قلقان، احنا كمان في انتظار في وسط البلد على فكره، هي الليله مصريه بحته وسط البلد هتبدا وبعدها مروه، فهي هتبقى ليله مصريه بديعه باذن الله يعني. ده جميل جدا. شافكي مبسوطه اني شفتك مروه، هل دي اول مره معلش اساليها، هل دي اول مره تشارك في المهرجان؟ بتشرف ان انا النهارده موجوده معاكي، ويا رب اكون قد المسؤوليه وقد الثقه الغاليه دي واقدم حفله حلوه في المهرجان، وسعيده ان انا فعلا شاركت. شاذلي بيسالك دي اول مره انت بتبقي فيها في جرش؟ اعتقد اول مره جرش. السنه اللي فاتت كان عندي مهرجان الفحيص، برضو من اهم المهرجانات اللي بتكون موجوده في الاردن، عملت قبل كده كذا حفله كان برضو في الاردن، كانت في قصر الثقافه الملكي، كانت كذا حفله ورا بعض، لكن دي اول مره هنا في جرش. اول مره جرش. دي أول مرة هنا تبقى موجودة في جرش فعلا. أكيد أنا برضو أنا هكون طماعة زيك يا شاذلي، دايما المذيعين طماعين على فكرة. عايز أختم بأما براوة. أما براوة على مصر، على وجودها، على مصر دولة الشرف، إحنا موجودين في الأردن في جرش، مصر بتغني في كل مكان، ولا إيه يا شاذلي؟ طبعا لازم نسمع حاجة، إحنا دايما نستغل المواقف اللي زي دي. أما براوة ما بتتكررش كتير. أيوة يعني هناخد أما براوة علشان الوقت.
قلت حبيبي ملانة وعطشانة يا أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانة أروح له ولا أروح وبلا الشقاوة أما براوة براوة على الحلاوة. الله 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 الله, 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 الله على الأجواء يعني الجميلة والله. إحنا شوية غرب إنما إيه ده بإذن الله. طيب على كل احنا طبعا بنشكر شفكي المنير على هذه الرساله وحاله البهجه اللي نقلتها لنا من مهرجان جرش. وزي ما قلت لحضراتكم دايما المهرجانات اي دوله عندها مهرجان بيؤدي الى في فتره حدوث المهرجان الى انتعاشه في حركه السياحه وخلافه. من المعروف ان مدينه جرش من المدن التراثيه والاثريه, فده بيؤدي الى انتعاشه اقتصاديه ووجود سياحه كمان في المهرجان. في هذا التوقيت عندنا مهرجان كان في فرنسا, بتشوف الوضع عامل ازاي في الريفيرا في فرنسا, وفرنسا كلها وقت حدوث المهرجان. في فينيسيا في ايطاليا مدينه البندقيه بتكون عامله ازاي وقت المهرجان, وبكل تاكيد مهرجان العالمين. يعني احنا دلوقتي عندنا العالم عالمين الهاشتاج المعروف, فمن جرش الى مهرجان العالمين مش هنقول هو سياحه وترفيه ورياضه, لا, في مزيكا في غنى. ده بيؤكد ان مصر بوصله الفن بكل الوان. وقد ايه مهرجان العالم عالمين في اسبوعين نجح في انه يرضي كل الاذواق ويسمعنا كل الالوان والاصوات الحلوه والفرق. شفنا فرقه هارموني امبارح وهي موجوده وتفاعل الجمهور معاها بمختلف انواع الجمهور بمختلف فئاته. في العالمين النهارده حفله مهمه جدا, احنا شفنا امبارح كمان حفله احمد سعد, وخلينا نتكلم عن هذه الحفله اللي احنا شفنا الحقيقه صداها على الفيسبوك امبارح. احمد سعد عامل حاله كده يا جماعه, بقاله 3 سنين. يمكن أنا في الأول ما كنتش من جمهور أحمد سعد أوي, لكن أنا بقالي 3 سنين قاعد بتابع أحمد سعد في حفلاته وبشوف حالة التألق وبشوف حالة التفاعل من الجمهور معاه. أحمد سعد عمل حفلة إمبارح أكتر من رائعة, والجمهور تفاعل معاه بشكل كبير جدا, وهو دقيق وذكي في اختيار كلمات الأغاني اللي بيغنيها وبيأديها, وعامل حالة كده, عامل انتعاشة كده مع الناس. طبعا في العالمين النهاردة عندنا حفلة مهمة جدا لراغب علامة, وكمان القناة الأولى موجودة معاكم دايما باستمرار, بتنقل لكم الكواليس الحلوة, بتنقل لكم الحفلات باستمرار. عندنا لقاء مهم جدا وخاص عملته هدير أبو زيد مع السوبر ستار راغب علامة. قال إن هو متحمس جدا للقاء الجمهور المصري, هو عارف كويس جدا, والجمهور العربي كمان بالمناسبة في العالمين, هو عارف إن مصر بتعشق حاجة اسمها راغب علامة. اللقاء ده طبعا هنذيعه لحضراتكم بالكامل يوم الاثنين في برنامج التاسعة. اما بكره, ما احنا مش ده بس, لا, عندنا لقاءات كتيره وعندنا كواليس كتيره الحفلات هتتم في العالمين. بكره هنذيع لحضراتكم لقاء مع نجم من اهم نجوم العرب, السوبر ستار رامي عياش. برضو هو طبعا بيستعد لحفلته في العالمين, لقاء في برنامج التاسعه مع هدير ابو زيد, بيعبر فيه قد ايه هو كان مبسوط لوجوده في مدينه العالمين ومبسوط من جمال مدينة العالمين. بالمناسبة التصريحات اللي زي دي بيكون ليها رد فعل قوي جدا على جمهور الفنان, يعني جمهور رامي عياش اللي رايح عشان يتفرج على رامي عياش هيروح مخصوص العالمين عشان هو موجود. شفنا الكلام ده مع تامر حسني, وشفنا الكلام ده مع أحمد سعد, وشفنا وهنشوف الكلام ده طبعا مع نجوم النهاردة سواء بقى نانسي عجرم أو راغب علامة. مش بس كده, كاميرا القناة الأولى عفوا وبرنامج التاسعة موجودة في كل المهرجانات. كنا دلوقتي بننقل صورة مهمة جدا من جرش مع زميلتنا شفكي المنيري. في لقاء تاني برضو لا يقل أهمية مع سوبر ستار النجم الكبير وليد توفيق, اتكلم عن نشاطه واتكلم عن أعماله الفترة اللي جاية. كل ده طبعا هيكون هنعرضه لحضراتكم يوم الحد بإذن الله في برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى. دلوقتي هنروح لفاصل ولسه معانا قصص كتيرة وفقرة مهمة جدا, تابعونا بعد قليل. بقالنا فترة كده عايشين حالة من التطرف المناخي, مش عارفين الجو عايز ايه. دايما نقول لبعض كده احنا مش عارفين هو الجو عايز ايه, بنلاقي شوية امطار في عز الحر, بنلاقي فيه رياح واتربة في عز الشتاء, فاحنا مش فاهمين اللي بيحصل في الجو. لكن
اللي واثقين منه ان احنا الفتره اللي بنعيشها دلوقتي بنشهد حاله من ارتفاع درجه الحراره غير مسبوقه. لكن في خبر مهم جدا وخبر يمكن يهون علينا شويه الحر اللي شفناه الفتره اللي فاتت، ان هيئه الارصاد اعلنت عن انكسار هذه الموجه الحاره على معظم انحاء البلاد ولو بشكل طفيف، يعني درجتين ثلاث درجات بالكثير قوي. المشكله عندنا دايما ده هيبدا طبعا من يوم السبت، المشكله مش في درجه الحراره، المشكله في درجه الرطوبه، نسبه الرطوبه المرتفعه بتسبب حاجه من الاجهاد الحراري، تبقى قاعد كده مش قادر تاخد نفسك، هي دي المشكله. يعني على كل احنا عايزين نفهم بالظبط ايه اللي حصل، ليه هذه الموجه بتنكسر دلوقتي، ايه التفاصيل. معانا دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعه لشؤون المناخ. يا دكتور محمد مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذ محمد. يا اهلا بحضرتك. احنا بقالنا فتره مش كبيره بنسمع عن القبه الحراريه، هل ده مصطلح علمي؟ ايوه بالظبط، هو مصطلح علمي وهو فعليا المرتفع الجوي الموجود على البحر المتوسط في شكل قبه زي السوبه كده، فحابس الحراره. انت حضرتك عارف ان اثناء النهار اشعه الشمس بتنزل بتسخن كل حاجه، بنيجي على اخر النهار يبتدي يحصل ريليز، يبتدي يحصل انبعاث للحراره للغلاف تطلع مره ثانيه الفضاء بالظبط. فالقبه الحراريه في طبقات الجو العليا على 5 كيلو كده، على بعد 5 كيلو من سطح الارض، بتعمل حبس للحراره اللي المفروض تنبعث، وتبتدي تخفف الاجواء لحين سطوع الشمس في ثاني يوم، يبقى الجو برد شويه لغايه الدنيا ما تسخن، يكون مثلا خدت للظهر ولا حاجه. دلوقتي للاسف درجه الحراره وصلت ل 29 و30 بالليل، وما زالت كمية الحرارة موجودة، بيجي تاني يوم على ارتفاع موجود فعليا، ده اللي مسبب هذا الشكل من بيسموه أهالينا المزارعين الصهد بالليل. وطبعا بالنهار طاقة حرارية عالية جدا، معظم الإحساس ده كلنا بنقول عليه الصهد، والله تحس ان احنا نعم؟ داخلين فرن كده. طيب بشرة طيبة جدا، بداية من بكرة وبدأت من دلوقتي أصبح هناك في يعني تحلل نوعا ما للقبة الحرارية المرتفعة، بدأ يضعف الموجود، فبدأ يحصل تكهكر لمنخفض الهند الموسمي اللي هو مسيطر على الأجواء وطارد. المفروض في مرتفع العروض على البحر المتوسط، ده مرتفع دايما بيجيب لنا هواء حرارته أقل من ناحية أوروبا، ده اللي بيلطف الأجواء بالليل شوية لغاية القاهرة ولغاية شمال طيب الصعيد. ثلاث درجات شايف إن هي هتفرق؟ لا هي فرقت من دلوقتي، يعني الناس هيبتدوا يحسوا حالا. انا بكلم حضرتك اهو في الاماكن المفتوحه حتى جوه المدن، المشكله في الرطوبه يا دكتور محمد، بنسمه هواء نسمه هواء يعني بقى اخف بكتير من الاسبوعين اللي فاتوا. طبعا الرطوبه العاليه بيبان مفعولها اكتر في اثناء وجود اشعه الشمس، فبيبان بالنهار واخر النهار ولغايه المغرب وبعد المغرب بسبب الرطوبه العاليه. فالاحساس بالحراره لما يقولوا درجه الحراره 41 يبقى الاحساس بيزيد 3 4 درجات، يعني ال 41 دي معناها 45 او 44 فعليا. من بكره ان شاء الله لو هيئه الارصاد نزلت القيم بتاعت بكره التوقع، هتلاقي حضرتك نزلنا عن 40 كتير، بتكلم على 37 وبتكلم على الوجه البحري او شمال الوجه البحري، في مرتفع جوي بقى خلاص. ما انا بقول لحضرتك حصل تحلل لهذا المرتفع فبدا يحصل ان الكتله اللي المفروض بتنسم بتلطف الاجواء شويه في جو مصر او جو بالذات والوجه البحري يبتدي يحصل التلطيف ده. التلطيف بدا من اول النهارده، يعني من اول الليله دي اللي هيسهر شويه او يقعد هيحس ببدايه نسمه غابت عنا كتير اسبوعين او داخله في ثلاث اسابيع، والناس حسوا بالحراره والصهد جامد جدا. طبعا ده ليه برضه تاثيرات على الزراعات الموجوده. طيب قبل بس ما نروح للزراعات، احنا سنه عن سنه درجه الحراره بتزيد، والمنخفض اسمه منخفض الهند الموسمي، هل معناه انه موسمي يعني هيلف ويرجع تاني، ولا احنا مستمرين في تصاعد سنه بعد سنه؟ لا، منخفض الهند الموسمي لموسم في الظهور، وهو بدايه من احنا في مصر شهر ابيب اللي هو بدايه من اول يوليو، وبياخد يوليو كامل واغسطس تقريبا كامل، ويبتدي يحصل له تقهقر ويرجع على ناحيه القاره الهنديه تمدده. وده اللي حصل بقى السنه دي وعمل هذه الاشكاليه الموجوده، ان احيانا بيحصل تمدد لهذا المنخفض بيسموه تعمق، يعني خد حيز جغرافي كبير، فخد الجزيره العربيه في الوش، العراق، بلاد الشام، ومصر، وجزء من تركيا، والغريب السنه دي ان دخل كمان على ليبيا وجزء من الجزائر. يعني معروف ان الجزائر منخفض اخر هو اللي بيأثر على حرارتها، اسمه منخفض جنوب الصحراء، واحنا عندنا في الصعيد اللي بيأثر على الحراره هناك مش منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي طيب بيجي لنا بعد ما بيلف على البحر المتوسط. تمام، لو سريعا يا دكتور محمد تأثيره ايه على الزراعات؟
التأثير على الزراعات. حتى هذه اللحظة لم يتم رصد الحمد لله مشاكل كبيرة للزراعات، ولكن حدث بعد لسعات الشمس على ثمار المانجو الأصناف المتأخرة اللي إلا المانجا إلا المانجا دكتور محمد. ما هي حصل بعض اللسعات لبعض الاصناف المتاخره زي الكيت والكنت والنعومي ولكن اقدر اقول لحضرتك ان بدا المزارع نفسه يعي لهذا الموضوع، فبدا يغطي الثمار بالورق، بدا يرش ببروشات، بيجير بعض المزارع البسيطه اللي اصحابها ما خدوش بالهم بدا يحصل مشكلات. طبعا اهم نقطه في القصه دي كلها لكل الزراعات القائمه موضوع ان الري قرب الفتره شويه وازود الكميه حوالي 10%، ودي مهمه جدا لكل الزراعات. لو انا هزرع العروه الجديده اللي هتزرع سواء هشت الطماطم بتنجال، هزرع خيار، هشت الفاكهه اللي هو الموسم الجديد، اخر استنى بس حتى لنهايه ابيب يعني بعد الاسبوع الاول من اغسطس ان شاء الله. عظيم، واعتقد ان كل المزارعين بقى عندهم خبره خلاص بالموضوع ده. شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعه لشؤون المناخ. مع ارتفاع درجه الحراره بالتبعيه في استهلاك للكهرباء، عندنا طبعا امبارح الحكومه ذكرت في مؤتمر صحفي عن خطه لتخفيف الاحمال بتتضمن انقطاع الكهرباء لفتره معينه خلال يوم. طبعا كلنا في بيوتنا اول حاجه بتيجي في بالنا ايه؟ الاجهزه الكهربائيه وازاي نحافظ عليها من انقطاع التيار المفاجئ وعودته بشكل اخر مفاجئ، ممكن يكون الفولت عالي شويه فيأثر على الاجهزه الكهربائيه. دلوقتي هناخد مجموعه من النصائح للحفاظ على الاجهزه الكهربائيه. معانا الاستاذ اشرف هلال رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرفه التجاريه. يا استاذ اشرف اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ محمد وبالساده المشاهدين. يا اهلا بيك. الناس بتسال نعمل ايه عشان نحافظ غير ان احنا نشيل الفيش، لانه برضو يعني احنا بننسى واكيد حضرتك عارف يعني هننسى فيش موجود. انا ما من رايي الشخصي وقلتها في اكتر من مداخله، كلمه شيل الفيش انا ما بحبذهاش يعني، لكن احنا نقدر نعمل حاجه واحده سهله جدا جدا جدا. ان السكينه الرئيسيه اللي داخله من السلك العمومي بتاع الكهرباء دي انا بنزلها واسيبها تماما لحد النور ما يرجع بعد 5 دقائق أو 10 دقائق من رجوع التيار الكهربي، ارفعها مره ثانيه. طب وانا هعرف منين انه رجع يا استاذ اشرف؟ يا فندم هم الحكومه قالت ساعه. احنا نقدر نقول نخليها ساعه ونص ونرفع بعد كده السكينه بتاعتنا. لكن علشان اشيل الفيش حضرتك ممكن تنسى فيشه. صح. ممكن تنسى فيشه. لكن اللي اهم من ده كله يا استاذ محمد، ودي اللي انا يعني عايز الفت نظر الساده المشاهدين فيها، اثناء تاسيس المنزل للكهرباء لازم اسس الكهرباء، لان ما بداخل الحيطان خطير جدا. اللي هي السلوك اللي داخله داخل الحيطان. يعني مش معقوله ابدا هشغل تكييف على سلك 2 مللي او 3 مللي. صح. يا حضرتك فدي طبعا. انا برجو الناس اللي لسه بتأسس اللي لسه هتأسس ياخدوا بالهم منها. اما بالنسبه للشقق اللي متأسسه والشقق بتاعتنا اللي موجوده والكلام ده كله، مش هنضرنا حاجه اطلاقا ان احنا نجيب كهربائي يراجع لنا بس على الشبكه اللي دايره داخل الشقه دي، هل السلوك دي احمالها كويسه ولا لا طبقا للاستخدامات بتاعتها، علشان انا اقدر احافظ على ممتلكاتي، لان ممكن السلك ده يسبب لي حريقه. صحيح. طب ايه اكتر الاجهزه اللي بتتاثر بالتيار العالي؟ كل الاجهزه كلها، كل الاجهزه بلا استثناء، مروحه بقى، تكييف، تقدر تتاثر. الحاجات اللي فيها الالكترونيات اللي هي فيها البورده دي اكثر عرضه للتلف من الاخرى، فعشان كده. طيب في بعض الناس يا استاذ اشرف وضح لنا برضو الموضوع ده، بيقولوا ان احنا التكييف ننزل المفتاح بتاعه، يعني مش مجرد نقطة. انت نزلت المفتاح انت فصلت الكهرباء عنه. انت فصلت الكهرباء عنه، عشان كده انا بقول حضرتك هتنزل هنا سي مثلا، حضرتك عندك 3 تكييفات. معايا حضرتك، فانت هتنزل هنا وهتنزل هنا وهتنزل هنا وهترجع تشيل فيشة التلاجة وهتشيل فيشة الغسالة وهتشيل كل الفيش بقى اللي محطوطة. فاحنا بنقول للناس يا جماعة هي عملية بسيطة سهلة جدا، افصل سكينة الكهرباء الأساسية اللي داخلة للشقة وبعد ساعة ونص رجعها مرة ثانية. او في زراير في لوحه الكهرباء بلاش السكينه كلها، اخلي بس زرار واحد فيه لمبه. يعني في لمبه عشان لما الكهرباء تيجي اعرف ان الكهرباء ان طيب الكهرباء جت خلاص، استنى شويه على ما اشغل الاجهزه ولا بص حضرتك 5 دقائق 10 دقائق ماكسيمم عشان اتاكد من انتظام التيار. بالظبط، تروح تشغل الاجهزه بتاعتك. في بعض الاجهزه استاذ اشرف كده بتكون ديجيتال انفرتر، يعني بتنظم هي التيار. مهم الاجهزه دي؟ كله مهم. دي ما بتتاثرش بقى الحاجات دي حديثه يا فندم.
ومش والحاجات دي مش متواجده في معظم البيوت المصريه. صحيح. لسه حاجات جديده. فانا مش معقول مثلا اللي عنده تكييف مثلا هيروح يغيره عشان الموديل الاحدث. الكلام ده كله اللي عنده شاشه تلفزيون مش، لا انا بتكلم على العوام العام، ما بتكلمش على الحاجات اللي لسه طالعه من سنه او من سنتين. عظيم، شكرا جزيلا ليك يا فندم استاذ اشرف هلال، رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرفه التجاريه. نروح بقى سريعا كده نفرح مع جماهير نادي الزمالك بالرباعيه. بصراحه نادي الزمالك عمل مباراه تقيله، ومباراه بتؤكد ان خوان كارلوس اوسوريو مش مدرب عادي، وكمان روح اللعيبه في الملعب النهارده حاجه بتشرف الكره المصريه. فريق الزمالك فاز على نظير الاتحاد المنستيري التونسي برباعيه نظيفه في افتتاحيه مباريات المجموعه الثالثه ضمن منافسات البطوله العربيه للانديه المقامه في المملكه العربيه السعوديه. سيف الدين الجزيري احرز هدف، زيزو احرز هدف، وسيد عبد الله نيمار احرز هدفين. طبعا بالنتيجه دي بيتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعه الثالثه مؤقتا، وبيستنى مواجهه او نتيجه مواجهه لقاء النصر والشباب السعودي ضمن الجولة الأولى من المجموعة نفسها. خلونا نعرف كواليس هذه المباراة، الأجواء بعد هذه المباراة. معنا ناقد الرياضي محمد مطاوة. يا محمد مساء الفل. مساء الفل عليك يا محمد وعلى كل متابعينك ومشاهدينك في كل مكان. يا أهلا بيك. بما أنك بقى موجود في السعودية فعايزينك تنقل لنا كده الأجواء ما بعد المباراة الأول. يعني اكيد الاجواء كلها اجواء فرحه. النتيجه يعني كان متوقع ان الزمالك ممكن يقدر يكسب النهارده، يعني فريق اتحاد المنستير عنده شويه مشاكل فنيه، فكان متوقع الزمالك يكسب، ولكن ما كانش حد متوقع انه يكسب بالسكور دوت قد لا. ونتيجه من جانب الجماهير اللي ملأت ملعب الملك مدينه الملك فهد بالطائف، كان في جماهير زمالك كتيره جدا متواجده، طبعا الجاليه المصريه هناك كبيره بعد الماتش. ورابطة الزمالك حقيقي في السعودية عملت مجهود كبير ودور كبير جدا جدا بصراحة، خلت الأجواء رائعة. الجهاز الفني كمان يا محمد كان يتكلم قبل المباراة على أنه بيعول على الجماهير المصرية. بالظبط، ويعني الجماهير ما خذلتوش النهارده بصراحه محمد. الجماهير ملأت يعني معظم جنبات ملعب مدينه الملك فهد، فيعني كانوا عند حسن ظن الجهاز الفني واللاعبين، ما بطلوش من الدقيقة الأولى للدقيقة 90، وفي 16 دقيقة وقت ضيع بمعدل 7 في الشوط الأول و9 في الشوط الثاني، ما توقفوش عن الهتاف والتشجيع على مدار المباراة، وده خد ليه أثر إيجابي كبير جدا على الفريق. حتى بعد المباراة نادوا للعيبة كلهم وراحوا لهم، ومستر أوسوريو نفسه كان سعيد بالأجواء ديت اللي موجودة في الملعب، واتكلم مع اللعيبة على إن لازم يكونوا عند حسن ظن الجماهير ده في الماتشات المقبله، وان يوصلوا بنفس الاداء، وان الزمالك مش هيبقى فريسه سهله او منافس سهل طولها فيهم، ولازم يكونوا يعني جديرين بثقه الجمهور ده. ده جميل جدا. انت دلوقتي في كلامك قلت ان الاتحاد المنستيري كان عنده مشاكل، طب هل المشاكل دي كانت هي السبب في فوز نادي الزمالك بهذه النتيجه، ولا خطه اوسوريو واللعيبه؟ عشان برضو لا ايه نطمن، انا عايز اطمن بس على لا ايه مستقبل. المشاكل الفنيه بالنسبه للاتحاد المنستيري متمثله ان في لعيبه رحلت ولعيبه جداد جم، هم بالنسبه لهم يعني لسه في بدايه الموسم، عكس احنا الزمالك مثلا بيفنش الموسم فالوضع بالنسبه له افضل، فهو ده يمكن اللي بنتكلم فيه. لكن الزمالك على ارض الواقع الزمالك كان افضل بكل المقاييس، اكثر استحواذا للكره، اكثر هجمات. يعني الاتحاد المنستيري ما فيش غير كره واحده اللي خبطت في العرض على مدار اللقاء، ما يعني ما فيش خطوره لا حارس المرمى. صحيح، مسيطر على الملعب بطول العرض زي ما بيقولوا، فلا كان الزمالك افضل بكل المقاييس، واعتقد ان الزمالك هياخد دفعه معنويه كبيره قبل مباراه الشباب السعودي يوم الاثنين المقبل، والنصر والشباب بيلعبوا دلوقتي. وبالمناسبه مستر اوسوريو يعني ما رجعش مع الفريق للفندق، وفضل انه يفضل في الملعب عشان يتابع مباراه النصر طبعا والشباب من الملعب. طبعا طبعا ده مهم جدا. بالظبط. طيب المباراه اللي جايه مع الشباب مظبوط، هل هي الاسهل؟ بالظبط يوم الاثنين المقبل. بس خلينا نبقى متفقين مفيش مباراه سهله وصعبه، لان انت جايب البطوله العربيه ابطال الدوريات، وغير الفرق اللي جت دعوات، والشباب السعودي دعم بلعيبه كويسه، عنده لعيبه لعيب كبير زي بانينجا، عنده لعيبه اسماء كبيره، فمفيش مباراه سهله او صعبه. انت اللي يعني احنا عارفين برضه محمد اللي بعدها تكون صعبه قوي.
اكيد. بص احنا بنقول صعبه بحكم ان موجود وجود كريستيانو تاليسكا الاسماء الكبيره دي كلها، بس يعني مين قالك ان ممكن ان انت كلاعب يعني لعيب في الملعب لما تلعب قدام كريستيانو او تاليسكا طبعا الفرق الكبير الفني، ولكن مش هتطلع 200% من مستواك قدام المباراه الكل بيتابعها، عارفين كريستيانو بيلعب فاكيد كل العالم كله بيبقى بيتفرج. فانا ما بقلقش على الزمالك بصراحه محمد من الماتشات الكبيره اللي زي دي، بحس دايما مش الزمالك بس، كل اللاعبين المصريين عموما في الماتشات الكبيره اللي زي دي بتبقى بالنسبه لهم حافز يطلعوا افضل ما لديهم، فالواحد ما بيبقاش قلقان عليهم. انا لا يعني انا كنت اقول لك حقيقه يعني لا اخفي قصيرا ان انا كنت قلقان شويه من مباراه زي النهارده، ان ممكن لعيبه الزمالك قد تستسهل المباراه او حاجه، ولكن لعيبه الزمالك كانت على قدر المسؤوليه ومن اول دقيقه دخلوا المباراه بقوه واصرار ان هم يفوزوا باللقاء. طيب خطه اوسيلو بتقول ايه؟ بتقول ان احنا اللي جاي بالنسبه لنا هيكون فيه تنوع ولا هو ماشي على خطه ثابته؟ يعني احنا النهارده شفنا فتوح في النص، شفنا نيمار في النص. بص هو على يعني هو في النص في بص هو الراجل النهارده حتى اتكلم فيها في المؤتمر هو فضل النهارده يلعب بالمسلوسي في اليمين وفتوح شمال، وبيزيد في طريقه معينه بيقلب بيها الملعب يتحرك بيها النص الملعب، فهو الراجل يعني برضه ايه هو برضه حريص شويه يا محمد، مش زي ماتشات الدوري، يعني ماتشات الدوري فيها هات وخد المستويات متقاربه، لكن المستوى المباريات اللي زي دي هو مش راضي يغامر فيها، بيلعب بطريقته ولكن مع تعديلات بسيطه تديله يعني افضليه في وسط الملعب، تديله مساحه انه يقدر يتحكم في مجريات المباراه. عظيم. انا عاجبني كمان يا محمد الحقيقه في ظل اوضاع نادي الزمالك بشكل عام والعقوبات بقى وانت عارف طبعا القصه دي كلها، لانه في النهايه فاز بنتيجه كبيره مش نتيجه قليله، وعمل مباراه مهمه وطلع بشكل حلو كمان قدام الناس. اكيد اكيد اكيد، يعني هو اللعيبه حسب الظروف اللي بيواجهها النادي وحسب كل المعطيات اللي انت بتتكلم فيها يا محمد، ويمكن ده اللي كان بيتكلم فيه بعض الحديث يعني دلوقتي اي حديث بعد البطوله العربيه، وهم جايين ينافسوا على اللقب مش جايين للظهور المشرف، جايين باسم نادي الزمالك. صحيح، كل التوفيق طبعا نادي الزمالك في مبارياته القادمه. بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد مطوع من المملكه العربيه السعوديه. دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نبدا فقرتنا مع حضراتكم عن اهم نتائج ومخرجات القمه الروسيه الافريقيه الثانيه. توترات جيوسياسية، أوضاع عالمية غير مستقرة، شفنا تفاصيل كتيرة جدا من خلال هذه القمة، وهذه القمة بتوضح أنه في أوجه تعاون كثيرة ما بين الجانب الروسي والجانب الأفريقي. قراءة في هذه القمة وفي كلمة سيادة الرئيس مع دكتور نبيل رشوان خبير الشأن الروسي اللي منورنا. يا دكتور مساء الخير على حضرتك. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بيك. لما نتكلم بما أن حضرتك خبير يعني في الشأن الروسي، هل نجحت روسيا بهذه القمة في إثبات عجز الغرب عن محاصرتها وعزلها وبالتالي قدرت توصل للقارة الأفريقية، وفي نفس الوقت من الواضح من خلال هذه القمة والحضور الأفريقي الواسع أن ليها حضور، يعني روسيا ليها حضور داخل القارة الأفريقية؟ روسيا يعني أنا أقول لك ده أنا حاجة كده عود على بدء، يعني إيه الاتحاد السوفيتي نفسه لم يخرج من حصار برضي بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى اشتراكي ورأسمالي وكذا إلا عن طريق القارة الأفريقية، ولحسن الحظ أو مش لحسن الحظ نقول يعني وكأن التاريخ يعيد نفسه، مصر هي كانت الدولة الأولى التي أدخلت الاتحاد السوفيتي إلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية. احنا كنا اول دولة تتعاون مع الاتحاد السوفيتي، وبعد ذلك تبعتنا الدول العربية، دخلت اليمن الجنوبي، سوريا، العراق، الجزائر، وبعد ذلك ليبيا. عشان كده روسيا بتقدر دور مصر كويس. طبعا طبعا ما فيش كلام، لان ما وبعدين بقى دخلت روسيا فين؟ الصومال ايام محمد سيد بري، والاثيوبيا كانت دولة اشتراكية، وانجولا وهكذا يعني. طبعا لان احنا كان لنا دايما يعني السبق في هذه المساله، واحنا اللي عرفنا يعني دول افريقيا بالاتحاد السوفيتي من خلال البعثات، من خلال بناء السد العالي، من خلال الظروف العسكريه او الظروف
ظروف التحدي وقتها يعني كان الصراع العربي الإسرائيلي على أشده، وطبعا كان الاتحاد السوفيتي هو يعني وكيلنا في مسألة تبني مواقفنا في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية، وفي طبعا في تسليح الجيش المصري. فطبعا ده كله لعب دور كبير جدا في أنه عمل للاتحاد السوفيتي سمعة وسيطة في المنطقة العربية وفي القارة الأفريقية. طيب بعد حالة التقارب الكبيرة جدا ما بين روسيا ودول القارة الأفريقية، هل تتأثر مصالح الدول الأفريقية؟ طبعا احنا عارفين أن الأوروبيين ليهم استثمارات كبيرة في القارة الأفريقية، هل تتأثر هذه المصالح؟ بلا شك ستتأثر في بعض الدول، كل دولة حسب يعني ايه حسب اندماجها في مصالح. يعني انا عايز اقول لك على حاجة، حتى روسيا جت متأخرة لأفريقيا يعني بصراحة. ليه؟ لانه الصين قطعت شوط كبير صحيح جدا لدرجة اثارت قلق الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا في المجموعة الفرنكفورية بتاعتها اللي هي دول الساحل والصحراء، تغير الموقف تماما. وروسيا حاولت في هذه الفترة، يعني روسيا حاليا لديها وجود مش سهل في السودان، لديها وجود مش سهل في بوركينا فاسو، في مالي، وكاد أن يكون لها وجود قوي جدا في تشاد. لكن اللي بيعكس كلام حضرتك كمان حجم التبادل التجاري ما بين الصين والقارة الأفريقية، بنتكلم في استثمارات صينية ب 282 مليار دولار، فرقم يعني بعيد قوي عن استثمارات الجانب الروسي. لكن روسيا 18، الولايات المتحدة الأمريكية 80، لكن أعتقد من خلال هذه القمة وما شفناه وتابعناه النهاردة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيتعهد بضخ مزيد من الاستثمارات في القارة السمراء خلال الفترة اللي جاية. طبعا بلا شك، لأني هقول لحضرتك على حاجة، روسيا ركزت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على الاتجاه غرب، وكانت بتحاول تسترضي الغرب سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، وحتى يعني المحروقات الروسية كلها تقريبا أو الجزء الأكبر منها كان بيذهب للقارة الأوروبية. بعد الأزمة الأخيرة مع أوكرانيا كثيرا من الاستثمارات الروسية صدرت، ما يقارب من حوالي يمكن 250-300 مليار. فبتدور على بديل. بتدور على بديل حتى في سندات الخزانة الأمريكية على فكرة في مبالغ كبيرة جدا، حتى أرصدت للبنك المركزي الروسي موجودة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. ولذلك روسيا يعني أصبح من مصلحتها إذا وجدت ضمانات كافية في القارة الأفريقية بصفة عامة. طبعا مش بتحدث عن مصر هنا، يعني احنا مصر يعني مفهوم. دولة تعرف افريقيا وقبائلها وقبائلها وصراعاتها ومشاكلها. طبعا اذا وجدت ضمانات روسيا بلا شك سوف يعني تساهم بدرجة كبيرة. ايه هي شكل الضمانات دي دكتور؟ شكل الضمانات انه مثلا يعني عدم نظام قضائي لازم يكون موجود. نظام قضائي يكون موجود وحاسم ويحكم بين سواء أي مستثمر يجي أو يجي أفريقيا يعني والشركات الروسية، ده شيء مهم جدا بالدرجة الأولى، إنه الاستثمارات لا تخضع لأي مشاكل داخلية أو يعني حضرتك عارف أفريقيا يعني كل يوم بحال. فطبعا برضو دي حاجة مهمة جدا، رغم إن معظم الدول الأفريقية يعني تقريبا استقرت يعني حاليا، يعني في دول كثيرة استقرت. كان زمان افريقيا كل يوم نسمع فيها مشكله وصراعات وانقسامات، لدرجه ان احنا زمان ودينا قوات في اثيوبيا وودينا قوات في نيجيريا، كان في اقليم اسمه بيابرا عايز ينفصل عن نيجيريا كده، يعني كانت حاجات كتيره. لكن دلوقتي الامور استقرت تقريبا في القاره الافريقيه، والقاره الافريقيه حتى مستوى التعليم فيها ايضا ارتفع، وكثير من يعني في كثير من القاده الافارقه مش شرط يعني رؤساء دول او حتى وزراء تخرجوا في الاتحاد السوفيتي في جامعه الصداقه بين الشعوب او اللي كانت بتسمى باتريس لومومبا وقتها. طيب تعهدات روسيه كبيره جدا النهارده بضخ مزيد من الاستثمارات في القاره الافريقيه، توزيعه الاستثمارات دي هتكون عامله ازاي؟ هل هتتعامل مع كل الدول الافريقيه على حد سواء كلها زي بعضها، ام ان الدول مثلا بعض الدول اللي فيها ممرات مائيه ممكن تاثر على حركه التجاره العالميه، ممكن يكون ليها نصيب اكبر من التواجد الروسي سواء في شكل استثمارات او باي شكل من الاشكال؟ احنا التواجد الروسي عندنا ما هواش جديد. وروسيا بتسعى يعني بشكل حثيث جدا حسب معرفتي يعني
للاستثمار في مصر. ويعني ما كانش انت تعرف، هقول لحضرتك على حاجه، في فتره الحرب البارده كان في نوع من الجنتله حتى بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي وقتها، يقول لك مصر زبون الاتحاد السوفيتي، وفيتنام مثلا مش عارف فين زبون الولايات المتحده او السعوديه وهكذا. دلوقتي ما عادتش دي موجوده، ودلوقتي يعني احنا العالم كله دول راسماليه، واصبحت مساله يعني الامور دي مش بتراعى بشكل كبير. ولذلك روسيا بتسعى، روسيا عندها المنطقة شرق قناه السويس، منطقه مفروض صناعيه صحيح ومفروض يبدا العمل فيها. واي منطقه اجمل من هذه المنطقه؟ قول لي انت كل المميزات. انت عندك البحر المتوسط لو عايز تصدر لاوروبا، عندك قناه السويس عشان تصدر لافريقيا واسيا، ما فيش منطقة أجمل من كده في العالم. صحيح. بالنسبة لأي شركات صناعية. ممر آمن كمان. ممر آمن كمان. ممر آمن. قناة السويس بقولك أنت في وسط العالم، في قلب العالم. فطبعا ده بالنسبة لروسيا مهم جدا. طبعا عندنا حاجة تانية المهمة جدا، هو طبعا محطة الضبع النووية. يعني الروس قطعوا يعني شوط كبير في الشغل هناك يعني، وحتى بيشغلوا شركات مصرية معهم للاستفادة عشان الشركات تاخد خبرة دي من ناحية، ومن ناحية تانية أيضا يعني عملية فرص تنشيط عمل صحيح. فرص صحيح. عمل وتنشيط لحركة الأعمال هنا في مصر يعني. طيب لسه طبعا عندنا قراءة وافية في كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، لكن أستأذن حضرتك أروح لفاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي. لأن كلمة سيادة الرئيس النهاردة في القمة الثانية الروسية الأفريقية ما كانتش بتتكلم عن العلاقات المصرية الروسية على الإطلاق، بقدر ما كان في تركيز عالي جدا على العلاقات الأفريقية الروسية وما سيترتب عن هذه القمة من منفعة لكلا الطرفين وتحديدا لدول القارة الأفريقية. الرئيس اتكلم عن القارة الأفريقية وقد إيه عانت وقد إيه في تحديات كبيرة جدا قدام دول القارة، وكمان اتكلم عن إنه دول القارة يجب أن تكون بمنأى وبمعزل عن كل الصراعات الدولية، لا يتم استقطابها لدولة على حساب دولة أخرى في ظل حالة الاستقطاب الدولي اللي بنشوفها خلال الفترة الحالية. وقال كمان ان احنا يجب ان احنا نتوصل الى اتفاق بشأن اتفاقية الحبوب بحيث ان احنا نضمن الأمن الغذائي لدول القارة الأفريقية. طبعا هنكمل كلامنا دلوقتي مع الدكتور نبيل رشوان متخصص في الشأن الروسي. اهلا بحضرتك مرة تانية، وايه أبرز الرسائل اللي حضرتك شفتها ولاحظتها من كلمة سيادة الرئيس النهاردة؟ اول حاجة يعني انا يعني ممكن أشيد بحاجة مهمة جدا، وهي مسألة الاستقطاب. لأنه مسألة الاستقطاب واستقطاب القارة الأفريقية في نزاعات دولية، حتى ولو كانت هذه هي يعني النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، طبعا ده شيء مش جيد. ربما يكون يعني أحد أهداف القمة، أو الهدف المستتر من القمة هو يعني مسألة استقطاب. لأنه طبعا في اثناء التصويت في الامم المتحده في الجمعيه العامه على وجه التحديد، يعني عدد كبير من الدول الافريقيه، وما زال عدد كبير من الدول الافريقيه لم تحدد مواقفها من النزاع الحالي، او اخذت موقف الحياد يعني انه لن ينحاز الى اي طرف. ده يعني شيء مهم، ولذلك تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المسألة ده شيء مهم جدا. لأن أفريقيا ليس لدينا مجال للنزاعات. يعني أفريقيا يجب أن تركز على التنمية، تركز على يعني القضاء على الصراعات داخلها وهكذا. ولذلك يعني أنا يعني هذه نقطة مهمة جدا. طبعا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا ركز على التنميه في افريقيا باعتبارها هي العنصر الاساسي، العنصر الاساسي اللي نحتاجه هنا سواء في مصر او في افريقيا بصفه عامه. يعني دول افريقيا لديها موارد ضخمه جدا جدا جدا، حتى هذه اللحظه لم تستغل. صحيح. روسيا لديها امكانيات علميه وعندها تكنولوجيا وتقنيه. صحيح. علميه وتقنيه. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني المعادن النادره النهاردة الصين بتتفوق في هذا المجال، وروسيا أيضا بتتفوق في هذا المجال. كل معدن موجود بكميات ضئيلة في الخام
لديه طريقة معينة لتركيزه، ولذلك احنا علينا برضو احنا نركز هنا في مصر على هذا الموضوع، لان المعادن النادره هي المستقبل ليها، لانه انت صحيح. مش هتقدر تعمل صناعات بصناعه الحديد فقط. الحديد ده يعني ده مرحله يعني بدائيه من مساله انك تعمل صناعات ثقيله او تعمل صناعات متقدمه، ولذلك يجب التركيز على هذه الناحيه مع روسيا. عموما الرئيس الروسي ايضا تحدث في نفس الوقت عن انه هيفتح فروع للمعاهد يعني المؤسسات العلمية الروسية في القارة الأفريقية إذا تطلب الأمر هذا، وده طبعا تعاون ثقافي كبير جدا، ويأتي في إطار برضه يركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، هو التعاون الثقافي والتعاون التقني والعلمي. طيب في كلمة الرئيس قال أتطلع للتوصل لاتفاق بشأن تصدير الحبوب للحد من ارتفاع أسعارها. هنا الرئيس حريص على تحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الأفريقية. إزاي روسيا هتتعامل مع هذا الأمر، خصوصا أنه دول القارة الأفريقية فيها بعض الدول فيها مجاعات حتى هذه اللحظة، وإحنا عارفين أنه تحقيق الأمن الغذائي جزء مهم جدا لتحقيق الأمن القومي لكل دولة، وليه تأثير كبير جدا على النزاعات سواء في هذه الدول أو حتى الهجرة كمان. طبعا روسيا مش بتعاني من مشكلة الهجرة غير الشرعية، ولذلك ربما هي يعني بتتعامل مع مشكلة الحبوب والقمح وكذا بشكل شيء من العنف شوية ممكن نقول كده. لكن عايز أقول حاجة، لكن يعني أعتقد الصبغة الإنسانية اللي كانت موجودة امبارح على المنتدى الاقتصادي بتديله بعد آخر. يعني أنا هقول لحضرتك، لأنه روسيا في يعني روسيا بتدور على مصالحها، روسيا متعرضة لعقوبات شديدة وشديدة، ربما أكبر حجم عقوبات تعرضت له دولة في العالم منذ بدء الخليقة هو ما تتعرض له روسيا الآن. روسيا مش بتطالب بحاجة كبيرة جدا، روسيا بتطالب بأن هي يعني يسمح لها بتصدير الأسمدة، بتصدير الحبوب أيضا، فتح السويفت مع البنك الزراعي الروسي بحيث تجري تحويلات وهكذا. يعني روسيا بتدور بتبحث عن منفذ اقتصادي للالتفاف حول العقوبات، مش أكثر من كده. لكن الأوروبيين، حتى الأوروبيين النهاردة لا يتحدثون عن أنهم هيساعدوا أوكرانيا بطرق برية، وبعدين لا تراجعوا في الموضوع وأن هذه مسألة مكلفة وهكذا. هيرتفع سعر القمح الأوكراني برضو، صحيح. القمح الأوكراني إذا لم يصدر هيرتفع أيضا سعر القمح في العالم كمان بصفة عامة. يعني هي مشكلة معضلة، لكن أنا أتصور في تقديري أنا أتصور أن روسيا سوف تتراجع عن مسألة يعني الممر الآمن، الانسحاب من اتفاقية الحبوب، ستعود لهذا، لأنه يعني روسيا أيضا تحتاج إلى يعني إلى حلفاء، إلى صحيح. نصراء، إلى زي ما احنا إلى استقطاب على الأقل أطراف يعني حتى ولو في القارة الأفريقية يعني. ولذلك أنا أتصور أن روسيا سوف تتراجع عن قرارها بالخروج من اتفاقية الرئيس الروسي قال كلمة برضو غاية في الأهمية، أن احنا سنبحث على إيجاد نوع من التعاون ما بين هذه القمة وما بين تجمع بريكس، استنادا لوجود روسيا وجنوب أفريقيا في هذا التجمع. ده ممكن يفيد القارة الأفريقية إزاي، وشكل التعاون ما بين هذه القمة وبريكس ممكن يكون عامل إزاي؟ لا، القارة الأفريقية إحنا يعني أنا حسب ما أعرف أظن مصر عاوزة تدخل بريكس، الجزائر برضه تقريبا، لكن مصر عضو في بنك التنمية التجمع البريكس، لكن ليس لديها عضوية كاملة في التجمع. طبعا وجود بنك زي ده ممكن أولا في القروض، في عملية التحاسب أثناء الاستيراد والتصدير، كل هذا سيعزل أو لن يجعل الدول الأفريقية أو روسيا معتمدة بدرجة أساسية على الغرب والبنوك الغربية، لأن حضرتك عارف أي فلوس بتتحول لازم بتروح البنك المراسل من أمريكا. فطبعا لو في حاجة زي كده وعن طريق البريكس ده هيعمل تقريبا تكتل جديد ممكن نقول عليه، جبهة جديدة. أنا مش عايز أقول جبهة بمفهوم الصراع يعني، لكن جبهة جديدة بديل حتى للدول الأفريقية في التعاون مع بين روسيا والدول الأفريقية، ده شيء مهم جدا يعني في تقديري يعني. طيب التعامل بالعملة المحلية بنسمع عنه بقالنا فترة، ده ممكن يحصل إزاي، وإيه ممكن إيه اللي بيمنع أصلا التعامل بالعملات المحلية؟
عشان الناس بس تكون فاهمه، لان الناس دايما تقول ايه احنا ليه بنتعامل بالدولار، ما احنا ممكن نتعامل كل دوله بالعمله بتاعتها العمله المحليه. انا نفسي يحصل ده، لكن انت في النهايه هترجع للدولار برضو كحكم. احنا عندنا يا حول حضرتك اقتصادي عالمي، ساعه ما بدا النزاع الحالي روسيا واوكرانيا كان الدولار بحوالي يعني 60 70 روبل، حاليا الدولار عدى 90. احنا نفس القصه ايضا، انت احنا عمليات التعويم يعني هي عمليه صعبه. ده عنصر. العنصر الثاني المهم جدا هو حجم التجاره بيننا. هل احنا حجم التجاره بيننا وبين بعض متساوي؟ بمعنى الميزان التجاري عجز في الميزان التجاري، احنا عندنا عجز كبير جدا في الميزان التجاري مع روسيا. يعني احنا بنصدر لروسيا، احنا كمصر ولا كافريقيا؟ كمصر. احنا بنصدر لروسيا بحوالي 600 مليون 700 مليون، مش كتير يعني، في حين هو بحوالي 5 مليار بيصدر. فطبعا دي يعني هذا الخلل. طب انا هجيب منين روبلات ادفع له حق ال 5 مليار الدولار؟ يعني عمليه صعبه عزيز. ولذلك يعني لم تجد نجاح. المشكله حصلت مع الهند. يعني الهند كانوا هم اتفقوا على اساس بالروبيه النفط الروسي، الهند قالت لك لا انا ما اقدرش ادفع لك بالروبيه، ومشكله كبيره جدا مش عارفين يحلوها ازاي. ايران لما كان عندهم المشكله كانوا يبعثوا المركب فيها بتاع ده الفنزويلا النفط والراجل يرجع بالشنطه لانه ما فيش تحويلات. طيب اليه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه النهارده ازاي ممكن يتنفذ؟ ما طبعا ما هو اساس هذه القمم ان احنا مش بنحط اصل دي لازم يبقى في لجان ويبقى في متابعات للموضوع، والا يعني هتبقى قرارات يعني بتاع. بالنسبه لنا احنا كمصر عندنا اللجنه المشتركه طبعا. احنا عندنا اولا لجنه مشتركه ولجنه 2 زائد 2 ودي لجنه يعني دي بتتعمل مع الدول اللي هي يعني بتحظى بمكانه خاصه لدى روسيا. دي حاجه. احنا بالنسبه لنا هنا كمصر الامور مستقره، واحنا عندنا مشروعات ضخمه مع روسيا بالفعل يعني. ورغم ان روسيا لسه ما نزلتش بثقلها هنا عشان تستثمر، لكن انا شايف ان المنطقه الصناعيه لو تم انشاء مصانع او مثلا مفاعل الضبعه، ده مفاعل الضبعه مشروع ضخم جدا بكل تاكيد هيكون لها انعكاسات على المشروعات اللي هتبنى على اساس مفاعل الضبعه من توصيل طاقه كهربائيه. صحيح. شكرا جزيلا لحضرتك، حضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور نبيل رشوان خبير الشان الروسي، الف شكر ليك يا فندم. كده مشاهدينا تكون حلقتنا خلصت، بنشكر حضراتكم على المتابعه وتصبحوا بالف خير.